بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. احنا نتبتل إلى الله إن ربنا يوفقنا في هذه المسؤولية الكبيرة جدا، ويعني تكليف كبير وثقة غالية جدا من رواد المجتمع وأئمة المجتمع في الثقافة والمحامين. دول يعني ليس كأي أناس في المجتمع، وإنما دول قادة المجتمع. فلما يثق فيك قادة المجتمع ويدوك هذه الثقة الغالية، بالحمد لله يعني الجمعية العمومية في جنوب القاهرة يعني كللتني بهذه الأمانة وطوقت رقبتي باكتساح ونجاح منقطع النظير. وأنا لست كنت محسوبا على حزب ولا على جبهة ولا على أفراد، وليست لي قائمة، وإنما كان حسبي الله، وكان معايا بعض الرفقاء المخلصين، وما كانوش عدد كتير يعني، كان عدد بسيط، لكن كان كل واحد فيهم يسوي أمة يعني. ربنا يخليك، والحمد لله ربنا وفقنا جدا. عمل متواصل، لمسنا ان الناس اللي جاية تصوت قد لا تكون بيني وبينهم علاقة وليست مصالح، ولم تكن هناك سابق معرفة، بقدر ما في الحمد لله كان في تواصل عبر الفيسبوك، وتواصل عبر الجريدة الإلكترونية والصفحة الإلكترونية، وتواصل في الأعمال في الدورة اللي هي لم تكمل 25 شهرا. كان في حب بيننا، وكان في اكتر من مرة واحد من السادة الناخبين يدخل يقول لي انا هدي لك، لان انت كان ليك موقف في أزمة طنطا وعجبتني وانت بتتكلم على أزمة طنطا. كان في اكثر من زميل من الزملاء الاعزاء وهو داخل يدي صوته يقول لي انا قريت البرنامج بتاعك، انا كنت معاك في لجنه الشؤون السياسيه، انا كنت معاك في لما سافرنا القديسين، انا كنت معاك لما عملنا مؤتمر اصلاحات القضائيه، انا كنت معاك لما عملنا محاكمه القذافي في شهر 5، انا كنت معاك في الثوره في التحرير، انا كنت معاك هنا وهناك. يعني هذه كان المقوله الوحيده التي كانت تجمع بيني وبين اغلب من وثق بي واعطاني صوته. كانت جوله عظيمه جدا ومنافسه الحمد لله في حدود الشرف بيني وبين السادة الزملاء. أنا بأحيي كل زملائي اللي كانوا مرشحين ولم يوفقوا، وأقول لهم يعني هارد لك، وأنا اعتبروني أنا كنت أقل واحد فيكم، وربنا ابتلاني بهذا المكان، واسمحوا لي أكون سفير عنكم ومندوب داخل هذه النقابة العظيمة لصالح الجمعية العمومية. ما كنتم تطمحون فيه وما كنتم ترغبون فيه من أمال ومن برنامج، مكتبي هو مكتبكم، وأنا هو أنتم، وأنتم هو أنا، وسوف نكون جميعا في خندق واحد، ولا يشعر أحدكم أنه قد تخلفت أو زلت قدمه عن التوفيق، وإنما أنا هستقبلكم هنا وأنا أكون معكم، أنا وآخر واحد أكون معكم، وسوف نضع موضع التنفيذ كل البرامج اللي انتم كنتم تهدفون اليها وتطمحون اليها. سوف يكون جل اهتمامنا بنقابة المحامين وبالسادة المحامين، لان المحاماة في هذا التوقيت بالذات تحتاج الى كل مجهود من كل محامي، تحتاج الى اخلاص، وتحتاج الى عرق، وتحتاج الى جهد، لان المجتمع في بعض طوائف المجتمع تريد ان تأخذ مزايا على حساب نقابة المحامين. المحاماة قد يعني ضحت كثيرا من في الثورة وإلى الآن، وسوف تضحي حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية. فبيت المحامي ليس له دخل ثابت، وإنما المحامي هو الوحيد الذي لم يرفع لافتة عليها مطالب فئوية، ولم يرفع لافتة عليها مطالب يطالب فيها بما حدث له من آلام ومصائب وكوارث، ولكنه تحمل وما زال يتحمل وما زال يعاني. ولكن المحامي في رغم كل هذه الظروف ثابت القدمين وثابت العزيمة. نحتاج إلى من يقف إلى جوار المحامين لكي يجعل هناك صندوق خاص لمواجهة هذه الكوارث الغير طبيعية، لمواجهة هذه الكوارث التي أفقدت المحامي ثبات الدخل، والتي أثرت على كل السادة المحامين وعلى أسر المحامين وعلى دخل المحامين. نحتاج أموالنا التي متخمة بها وزارة العدل لكي تكون في نقابة المحامين، ولكي تكون في خدمة نقابة المحامين، ولكي تعالج المحامين، ولكي تكون الآن هي دخل ثابت يصرف على السادة المحامين كإعانة لما يحدث لمصر. لأن القاضي حينما يشرف على الانتخابات يأخذ 10,000 جنيه، والمحامي ليس له دخل لا أثناء الثورة رغم أنه كان في التحرير،
ولا بعد الثورة رغم مضي عشرات الشهور، ورغم أن الانتخابات الرئاسية سوف تكون من المزمع إقامتها في أبريل أو تنتهي في شهر مايو أو شهر ستة، إلا أن المحامي من ينفق على أولادي، من ينفق عليه، من يؤكل أولاده عيش. نحتاج إلى كل جهد وإلى كل تعاون، وأن ننبذ الخلافات التي بيننا، وأن يقدم كل واحد فينا بينه وبين محامي مشحنة أو اختلاف وجهات النظر، يقدم كل واحد وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، إلى أن يصافحه ولا نسلم عليه ولا يكون بجانبه. نحتاج إلى توحيد الصف، ونحتاج إلى التعاون أكثر مما نحتاج إلى غيره في ظل هذه الأيام. نحتاج إلى أن نكون يدا واحدة، وأن نكون المحامون على قلب رجل واحد، لأن المجتمع هناك فيه بعض الطوائف التي تريد أن تنتزع بعض الامتيازات في المجتمع، امتيازات لها وامتيازات فئوية، ولكن المحامين لهم هدف ولهم مشروع بحسبان أنهم شريكا أساسيا في المرفق القضائي العظيم. المحاماة هي الشريك الأساسي والفاعل في السلك القضائي وفي مرفق العدالة. المحاماة التي يريدون أن تكون عونا ويريدون أن تكون من أعوان القضاء هي أساس القضاء المصري الرفيع. المحاماة هي قيمة وهي عزة وهي رمز الوطنية والحضارة. هذا ليس كلام شعارات، وإنما واجب على هذا المجلس وواجب على هذا النقيب الذي يعلم الجميع أنه رجل شخصية مقبولة وأنه شخصية عظيمة، الأستاذ سامع عاشور، ونهنئ الأستاذ سامع عاشور ونهنئ المحامين باختيارهم الأستاذ سامع عاشور في ظل هذه الظروف التي تحتاج إلى أمثال سامع عاشور الذي قد تختلف معه أو تتفق، لكن في النهاية يكون الأستاذ سامع عاشور هو رجل هذه المرحلة. نتبتل إلى الله أن يكون مع الأستاذ سامح أعضاء مجلس على مثل هذا المنوال وعلى غرار شخصيته، وهناك فيه توافق، وأن لا يكون هناك فيه خلافات لصالح جهة أو حزب أو جماعة أو كتلة، وأن يكون كل اهتمامنا هو لصالح المحامين. أن نخلع عنا أرضية الحزبية والتكتلات، ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. أن نكون جميعا في نقابة المحامين، كلنا على قلب رجل واحد وبلسان واحد لخدمة الجمعية العمومية التي عانت وتعاني الكثير في ظل هذه الأيام. عاشت نقابة المحامين، ونحن نشكر لكم هذه التهنئة، ولكن نقابلها أن تدعو لنا بالكثير من الدعوات لكي يثبتنا الله. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أخوكم الدكتور إبراهيم أحمد الياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة جنوب القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.